حلقة اليوم سوف نتحدث عن الطرق المتبعة في تواصل الجيوش بعضها ببعض في أوقات الحروب، وهل يمكن اختراق هذا النظام؟ فتابعونا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، معكم سامع عادل في قناة أميزنج وورلد. في حلقة النهاردة هنتكلم عن الطرق المتبعة في تواصل الجيش، نقدر نقول مع بعض البعض في وقت الحروب، او هو مثلا راح يحتل دوله او راح يغزو دوله او راح مثلا نقدر نقول يغطي مكان غير مؤمن. طبعا حتى يقول لي طرق التواصل دي يعني ليه نعرفها، اكيد طبعا السؤال ده جه في بالك ان ازاي الجيش بيتواصل ببعضه البعض. يعني مثلا راح يحتل دوله غريبه او دوله مثلا في مكان تاني، يعني مثلا هو مثلا جيش في قاره والدوله راح يحتلها في قاره تاني، ازاي يقدر يتواصل مع نقدر نقول الدوله الاساسيه بتاعته او الدوله الام الخاصه بيه او اركان الجيش بعضها وبعض. طبعا هو عشان يتواصل اكيد مش هيستخدم شبكه الانترنت الخاصه بالدوله المحتله، يعني هو راح يحتل دوله فمش هيقدر نقدر نقول يستخدم الشبكه او البنيه التحتيه الخاصه بالدوله دي، ولا هيقدر كمان يستخدم الاقمار الصناعيه الخاصه بيها. ليه مش هيقدر يستخدم الاقمار الصناعيه الخاصه بيها؟ عشان ممكن بمنتهى البساطه من خلال اي دش انتنه كبيره، طبعا دش انتنه ضخمه في الدوله اللي راح يحتلها طبعا، ان هو نقدر نقول يستقبل الاشارات الخاصه نقدر نقول بالجيش او اقمار الجيش اللي راح يحتله، ونقدر نقول يعمل لها انكودنج ويقدر يعرف الكود اللي متكوده بيه. وطبعا هيستخدم في الموضوع ده هجمه السنيفنج والسنوبنج، وهيقدر طبعا من خلال تحليل بعض البيانات نقدر نقول او تحليل الكود ده او الالجوريزم اللي شغال بيه الكود ده، هيقدر يحصل على المعلومات والداتا اللي نقدر نقول من خلالها هيقدر يعرف التواصل او نقدر نقول يعرف المعلومات اللي بتدور بين الجيش واركانه. طيب عشان نبسط المعلومه دي هناخد مثال معانا، مثال مثلا الجيش الروسي راح احتل دوله اوكرانيا، نقدر نقول فهو الجيش الروسي ما يقدرش يستخدم الاقمار الصناعيه الخاصه بيه. ليه؟ لان ممكن اي دش انتنه او البنيه التحتيه الخاصه في الدوله نقدر نقول الخاصه بالتواصل مع الاقمار الصناعيه يتم توجيهها نقدر نقول على الاقمار الروسيه ويعملوا عليها هجمه اسمها سنيفنج اند سنوبنج، نقدر نقول ده هيجمع كل الداتا اللي هتوصل للجيش الروسي في الاساس، فهو كده هيعرف نقدر نقول الداتا دي اللي بيدور في الداتا اللي نقدر نقول هياخد الداتا دي زي ما بياخدها الجيش الروسي، يعني هيستلمها زي ما بيستلمها الجيش الروسي، لان هو كده نقدر نقول استغل الدش انتنه الخاصه بيه في الدوله ان هو يستقبل الاشارات دي، وبعد اللي يستقبل نقدر نقول موجات المايكرويف دي، وبعد ما استقبلها نقدر نقول هيبدا بعمليه تحليلها ويحاول يفك الالجوريزم الخاص بيها ويعمل لها ديسكودنج، بحيث نقدر نقول ان هو يعرف ايه اللي بيدور بين الجيش واركان، يعني ايه التعليمات نقدر نقول اللي بتوجهها مثلا الاداره المركزيه في روسيا للجيش نقدر نقول اللي متوجه ناحيه اوكرانيا او الجيش المقيم في اوكرانيا. طب ايه الحل؟ ايه الطرق المتبعه في تواصل الجيش او نقدر نقول اركان الجيش بنقدر نقول الاداره المركزيه الخاصه بالجيش؟ وبمنتهى البساطه بيستخدموا حاجه اسمها اد هوك نتورك. والاد هوك نتورك دي نقدر نقول او نقدر نقول شبكه الخطاط، هي شبكه نقدر نقول قابله للانشاء بشكل سريع بشكل فوري، بسيطه جدا في تكوينها حتى في البروتوكولات المتبعه فيها، وهي نقدر نقول تم انشاء نقدر نقول فكره الاد هوك نتورك فنقدر نقول في السبعينات على ايد نقدر نقول مؤسسه دارما، واللي ما يعرفش مؤسسه دارما هي المؤسسه نقدر نقول المسؤوله عن تطوير قطاع التكنولوجيا ونظم المعلومات في الجيش الامريكي، وهي المؤسسه اللي في الاساس بنت شبكه الانترنت او هي نقدر نقول اوجدت شبكه الانترنت في البدايه، يعني الانترنت ده اصلا كان اختراع في الجيش الامريكي اللي اخترعته مؤسسه دارما. نقدر نقول الشبكه دي بمنتهى البساطه بتتكون ازاي؟ بتتكون عن طريق انت بتجيب احد جنود المشاه، ده كان طبعا في بدايتها اتطورت بعدين، احد جنود المشاه وبتلبسه نقدر نقول الاد هوك نتورك او جهاز كده شبيه بالنقدر نقول الانتنه او الاريال، او هو بيخلي الجندي ده يشتغل زي ما يكون برج اتصالات مصغر وفي نطاق محدود، وهو طبعا انت بتلبسها الموضوع ده لاكثر من شخص او نقدر نقول اكثر من جهه لان هو بيغطي نطاق محدود، فالنطاق المحدود ده بيسلم لنطاق محدود تاني، فهو بنقدر نقول الجنود دي بتشتغل كنودز، بمعنى كانها كنودز معناها لازم يكونوا في نقدر نقول بيتسلموا لبعض يعني في نطاق محدود، يعني مثلا جندي مثلا في الامام نقدر نقول بيغطي مسافه 1 كيلو، في جندي بعده بعد ال 1 كيلو ده ما بينتهي او قبل ما ال 1 كيلو ده ينتهي بشويه لابس برده جهاز الاد هوك نتورك ونقدر نقول بيغطي ال 1 كيلو اللي بعده وهكذا، وطبعا بيتم تغطيه الجنود دي او نقدر نقول الباس الجنود دي المعدات دي لما بيوصلوا لمنطقه الامان. معناها ايه منطقه الامان؟ معناها منطقه الجيش نقدر نقول امنها بشكل كامل بحيث ان يمنع اختراق اي حد من الجواسيس بتوع الجيش المعادي انه يخترق الشبكه دي، نقدر نقول يعمل اعاده نقدر نقول لتوليد الالجوريزم خاص بنقدر نقول بالداتا اللي هم بيتواصلوا بينهم وبين بعض، لان طبعا الداتا دي بتكون مشفره، وطبعا لو اخترق احد الجنود هيضطر يعمل ديسكودنج، ولما يعمل ديسكودنج نقدر نقول هيعرف التعليمات اللي بتتوجه للجيش وبينه وبين اركانه، عشان كده لازم الموضوع ده يتم في المنطقه المؤمنه، يعني لازم الجيش اول حاجه يامن منطقه
محدده عشان يقدر ينفذ الموضوع ده. والموضوع ده نقدر نقول بيستخدم بروتوكول كان في البدايه بيستخدم بروتوكول باست توبولوجي، وده بروتوكول قديم جدا يعني من اوائل البروتوكولات اللي نقدر نقول اوجد بها الشبكه الداخليه او نقدر نتعامل بها الشبكه الداخليه. فنقدر نقول الموضوع بسيط يعني انشاؤه كان بسيط جدا، لان احنا بنتكلم على الانشاء اول اد هوك نتورك سنه 1970 ونقدر نقول في السبعينات. وطبعا لمزيد من التفاصيل نقدر نقول على موضوع اخترق لك مره اصطناعيه، في نقدر نقول شرح كامل عن طرق اخترق لك مره اصطناعيه موجود في الديسكربشن او في وصف الفيديو. احنا تبع السبق قبل كده شرحناه. نرجع تاني لموضوع الاد هوك نتورك. الاد هوك نتورك نقدر نقول بتشتغل زي سلسله عن طريق انها بتستخدم الباست توبولوجي. طب افرض جهاز من النص وقع او جندي مثلا كان بيستخدم نقدر نقول لابس الشنطه اللي شبه برج الاتصالات دي وتم اغتياله او تم قتله او تم تدمير الشنطه الخاصه بيه، هل الشبكه بتقع؟ لا الشبكه ما بتقعش. في الباست توبولوجي العادي اللي هو كان في الشبكات العاديه كان بيقع. لا بس في الحاله دي ما بيقعش. ازاي؟ ان انت بس بتفقد النود دي، فانت كونك فقدت نود في النص فدي هتأدي حاجه من الاثنين. لما انت هتخسر واحد من النطاقات لو كان النطاقات دي على الاحرف فانت هتخسر واحد من النطاقات دي، يعني انت هتفقد التغطيه في نطاق معين. لما النود اللي هي نقدر نقول باست توبولوجي ده هيتقسم لاثنين، هيتقسم لجزئين، جزء باس 1 وباس 2، يعني كانك جبت حبل وقطعته من النص. عشان كده انا بشبه نقدر نقول عمليه النودز دي في شبكه الاد هوك نتورك ان هي زي بالظبط السلسله. فانت ممكن لما تيجي تقطع سلسله من النص، لو السلسله دي في اول الطرف او في اخر الطرف السلسله بتفضل زي ما هي طرف واحد، اما لو جيت قطعتها من النص بتتقسم لسلسلتين. فالموضوع بسيط جدا. ونقدر نقول النودز دي متغيره، بتغير نقدر نقول المكان اللي بيتوجه جيه جندي المشاهده. وده احنا بنتكلم عن اول سيستم اد هوك نتورك. بس السيستم ده اتطور نقدر نقول دلوقتي وبدا يستخدم فيه طائرات بدون طيار، وبدا يستخدم فيه الطائرات الحربيه ان تشارك في معاك في الشبكه، يعني تكون مثلا شبكات تحت نقدر نقول في جنود المشاه، وشبكات مع الطائرات الجويه، وشبكات في البحر مع السفن، ونقدر نقول شبكات في طائرات بدون طيار او درونز. فالسيستم اتطور جدا، حتى في بعض الجيوش المتقدمه بقت بتستخدم روبوتات مسؤوله عن عمليه الكوميونيكيشن او نقدر نقول التواصل بين الجيش واركانه، يعني ما بقوش حتى يستخدموا جنود المشاه، لا ده هي مجرد روبوتات، سواء روبوتات طائرات بدون طيار او روبوتات نقدر نقول الارضيه بتتمشى كده وسط الجنود، وهي نفسها بتبقى مسؤوله عن عمليه الاتصالات. وفي حاله ان لما بيقع نود الروبوت الثاني بيأدي نقدر نقول محل الروبوت الاولاني. فالموضوع بيبقى بسيط جدا، ونقدر نقول الموضوع اتطور وبيستمر طبعا لسه. طبعا كالعاده الجيوش دايما في التطور، فالموضوع لسه مستمر في التطور. وطبعا توقف عن استخدام بروتوكول الباست توبولوجي، وبقوا بيستخدموا حاجات ثانيه زي الهايبر توبولوجي والستار توبولوجي. ودي طبعا بروتوكولات صعب ان هي ممكن نقول انها تتكسر. ليه؟ لان انت لو وقعت واحد الشبكه ما بتقعش، لا الشبكه بتستمر وحتى ما بتتقسمش على جزئين، لان دايما بيكون في باك اب ثاني سواء ستار توبولوجي او نقدر نقول هايبر توبولوجي اللي هو الافضل طبعا من ستار توبولوجي بس اعلى شويه في التكلفه. ونقدر نقول الشبكه دي بتستخدم نقدر نقول في التواصل بينها وبين بعضها البرودكاست القديم جدا، ان انت كل الشبكه بتبلغ بعضها البعض عن طريق برودكاست. البرودكاست ان انا بس نقدر نقول انا مثلا عايز انا جهاز واحد عايز اتواصل مثلا مع جهاز 10، يبقى انا بقول لكل جهاز في الشبكه انا عايز اتواصل مع الجهاز 10 لحد ما جهاز 10 ده يرد عليا يقول لي انا جهاز 10 اللي انت كنت عايز تتواصل معايا عايز مني، وهكذا. يعني هو ده عمليه نقدر نقول البرودكاست. في نهايه الحلقه بتمنى لكم الامن والسلامه. وطبعا انا نقدر نقول بدات بسلسله الحرب العالميه دي لان في احتماليه كبيره جدا لاقامه حرب عالميه ثالثه لا قدر الله. ان لما كانش نقدر نقول نتيجه غزو روسيا لاوكرانيا، ممكن يكون نتيجه نقدر نقول الحراك او نقدر نقول مناوشات بين الصين وتايوان، وطبعا ممكن تدخل فيها امريكا وتقلب فعليا حرب عالميه ثالثه. في النهايه بتمنى لكم الامن والسلامه واشوفكم الحلقه اللي جايه.